في الثانوي الإعدادي احنا بغينا نعمو تدريس اللغة الإنجليزية. لحد الآن اللغة الإنجليزية التدريس ديالها تنطلق السنة الثالثة ديال الإعدادي وما موجودش في كل مؤسسات ديال التعليمية ديال الإعدادي. احنا بغينا أولا يكون موجود في كل مؤسسات ديال الإعدادي وبغيناه في المستقبل، وهذا خصو واحد نشتغلو واحد في الحقيقة خصنا واحد ثلاثة ديال السنوات في المستقبل. في السنة الأولى ديال الإعدادي يكون تدريس اللغة الإنجليزية، وحنا في نفس الوقت تنشتغلو باش نشوفو واش ميمكنش نكون نوفرو التلاميذ ونوفروا الهيئة التدريس منصات رقمية اللي يمكن أيضا تساعدهم على تمكن من اللغة الإنجليزية، وهذا غادي يساعدنا باش في هذه المرحلة أولا نوسعوا المجال ديال تدريس اللغة الإنجليزية على المستوى ديال الثانوي.